هذه طنجة مارينا باي. طنجة مارينا باي بناو واحد البلاصة هنا للسياحة مزيانة بزاف، فيها ريستورات، فيها الحوايج اللي كتجر الناس. طنجة مارينا باي حدا المرسى القديمة، ها هي طنجة مارينا باي، ها مباشرة حدا البحر هنايا. إلا بغيت تشوف فينها البحر شوفها طنجة. طنجة هادي تيكوت وطنجة تما، هادي هي طنجة مارينا باي. والناس كيدخلو هنا الدخلة كلها داخلين في وسط البحر، الطريق تبنات في وسط البحر كيمشيو فيها لتما. وهذيك تما هي المرسى القديمة، مازال المرسى تا دابا ولكن هي المرسى القديمة. ولا بغيتي تشوف طنجة ها ردو الطوموبيلات كيدخلو حتى في وسط البحر هنايا. ها الطوموبيلات هابطين، ها شوفو الطوموبيلات هابطين. يعني هذا كان هنايا البحر، البحر هنايا داروا فيه طريق، شقوا الطريق في وسط البحر باش داروا واحد الحاجة سميتها طنجة مارينا باي. انا نمشي نصور فيها شوية. كانت تمشى على رجلي، يعني رائعة في الحقيقة. يعجبك المنظر إلى جيتي، أي واحد جا يعجبو المنظر. يعني ننصح أي واحد جا يجي يزور هذه المنطقة، هذه غتعجبو. ها هي، ها مرة أخرى غنوقف فيها، طنجة مارينا باي. دايرين بحال الباطو زعما، هذا الشكل هذا ديال الباطو هنايا. ونمشي والناس ماشيين جايين في هذا الشارع، هذا ماشيين جايين. مناظر رائعة جدا، رائعة جدا. أنا غير ماشي كنصور في لهاد الجهة. دابا دخلت في وسط الماء، واخا الظلام دابا. هادو هنا راه الباطوات الصغار، هادو اللي كيبانو في وسط الماء، هادو ماشي لهيا كاع، هذاك بني هذاك برا. هنايا هاد الصغار هادو نحاول نوضحهم، هادو اللي الضواو اللي شاعلين هنايا صغيورين، هادو ربطوات صغار. هادوك الماء هنايا، انا فوسط الماء دابا اللي منعو على الشمال. وهنايا عاود هنا مورا هاد، مورا هاد هاد الربيع هذا مباشره البحر تما، عاود الماء تما. يعني الماء اللي منعو على الشمال دابا. الطريق كلها اللي كتشوفو هنايا تشقات في وسط، في وسط البحر. والهيه داك البنايات تما، صبر نقربهم. تما دايرين القهاوي، ريستورات، هادوك راهم تما في وسط البحر. والطوموبيل كتدخل حتى هي، الطوموبيلات كيدخلوا من هنا يقدروا يوصلوا، لان شي واحد ما قدرش يمشي ولا. وكاين تما الباركينغ، كاين تما الباركينغ. وحتى القطاجات هنايا، ها هي حتى القطاجات تدور تدور طنجة. ها هي واحد القطة، ها هي ماشي. يلا شنو هادشي كيدور لي هنايا ما عرفتوش. بغيت نصور هاد العلامة اللي هنايا، شنو كاتبين. يلا ممنوع ادخال الكلاب، ممنوع استعمال الدراجة، ممنوع الصيد، ممنوع السباحة، ممنوع الدخول بملابس الاستحمام. يعني مشي وصافي وسير القهوة تما ودور واجي بحالك. هذه طنجة مارينا باي، مارينا باي. انا وسط داخل وسط البحر دابا، طريق يعني طويلة تقدر نقول 800 متر ولا أكثر، الله أعلم بحال هكا كتبان لي. يعني تمشى بالمعقول وسط البحر، تقنوها في الحقيقة. برافو عليهم اللي صمموا هاد الشيء هذا، اللي جا غادي يعجبو هاد الشيء. يعني ما تفلتهاش إلا جيتي.